بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي متابعي قناة نجوم فاصل الليل فاصل معانا على برنامج على اليوتيوب على التليجرام، يسعدنا أن نبدأ أول بث مباشر يوم الثلاثاء الموافق 17 من شهر يناير لعام 2023 بخيمة فندق جراند بيراميدز في الهرم، وده هيكون ان شاء الله الموعد الاسبوعي للبث المباشر، ويسعدنا ان يكون في ضيافتنا اليوم في البث المباشر الفنان الموهوب الاستاذ محمد ابو يزن من دولة فلسطين مدينة غزة، ونجمة الطرب وأيقونة الغناء الفنانة رانيا علي، نتشرف بوجودها معانا، كذلك بصحبتنا الملحن والمطرب الأستاذ محمد وحيد. ويسعدنا أن يكون ينضم إلى هذا البث المباشر قناة صوت فاصل العرب فاصل من غزة ومجموعة نجوم الليل على اليوتيوب على التليجرام آسف. في هذا البث المباشر هيكون فيه أربع فقرات، كل فقرة مدتها من 20 إلى 25 دقيقة، وأول فقرة هتكون معانا هي فقرة 00، ده رقم الفقرة وعنوانها هاشتاج متسكن. الميم بترمز لكلمة مشروع، أما التاء فترمز لكلمة تدريب، والسين أخذت من كلمة سلامة، والكاف ترمز للكرامة، والنون للناس. وليس هناك أفضل من شرح لهذا المشروع إلا من صاحب المشروع المهندس أبو المهندس عادل الأنصاري، اللي هنستمع ليه دلوقتي شرح المشروع بالتفصيل. الميكروفون ينتقل للمهندس عادل الأنصاري. بسم الله الرحمن الرحيم. أشكرك المهندس شريف على هذا التقديم الرائع. وبالنسبة لمشروع بعنوان هاشتاج متسكن، وكما أنت وضحت مشروع تدريب سلامة كرامة ناس، فذكرنا في هذا المشروع مكان التدريب سيكون بنسيون متكون من 5 غرف فيه عدد 8 أسرة للمتدربات، ويكون سنهن من 15 سنة إلى 35 سنة، يعني بين هذا السن، أقل من 15 لا، أكبر من 35 أيضا لا. وأيضا هناك في المشروع تدريب أسبوعي 4 أيام في الأسبوع، بمعنى البنسيون يستضيف المدربات في هاشتاج متسكن. فالتدريب الأسبوعي 4 أيام في الأسبوع، طبعا لم تحدد بس يقترح أن تكون الجمعة والسبت والأحد والاثنين، حتى المتدربة لا تخسر إلا 2 يوم من أيام العمل أو الدراسة.
لأن التدريب يستمر طوال السنة 40 أسبوع، هناك 10 أسابيع سيكون البنسيون مقفول عن التدريب لأن السنة 50 أسبوع. طبعا تحدد للانطلاقة نكمل البرنامج 20 ساعة تدريبية، أي 5 ساعات في اليوم. طبعا هل حيلتحق مع التدريب هذا متدربين عن بعد من الرجال؟ نعم، لكن من النساء لازم الحضور. وهنا ذكرنا الساعة تكلفتها لأنه 20 ساعة ب40 جنيه تدريب و40 جنيه للسرير، الإجمالي 1600 جنيه. وكل متدربة أو متدرب عن بعد يحتاج لفتح الملف 400 جنيه، ملف حتى يسجل هذا الملف عن طريق عميد القبول والتسجيل بالنسبة للرجال المهندس شريف، وبالنسبة للنساء العميدة رانيا مسؤولة، والعميد طبعا شريف المهندس شريف عميد القبول والتسجيل. بعدين فتح الملف يعني 400 جنيه مقابل تدريب عن بعد للنساء وللرجال، ورشة عمل مدة أسبوع فيها 8 ساعات يعني 4 أيام. هنا 4 أيام سيتم تحديدها لكل مجموعة ما عدا يوم الخميس، يعني التدريب 6 أيام بس، يبدأ الشخص الأحد أو الاثنين أو الثلاث، إنما 4 أيام. أجر الساعة 25 جنيه، طبعا هذا أجر ليس أجر التدريب، لكن حتى يتدرب ضمن فتح الملف، فخمسة وعشرين في 8 ب200 جنيه. إذا التسجيل لورشة العمل قيمة الاشتراك 200 جنيه وليس قيمة الساعة، فأي واحد يسجل 200 جنيه ثم يتدرب. طبعا لما يخبر بموعد 8 ساعات يدفع 200 جنيه، يعني حتى 400 جنيه اشتراك على دفعتين. يتم حجز أسبوع فتح ملف تدريب عن بعد، وأسبوع تسكن، شن الميم يعني تدريب اللي معايا، تسكن ايش؟ متسكن مشروع، هنا تسكن يعني تدريب ايش؟ تدريب ايش؟ سلامة كرامة كرامة ناس، تدريب سلامة كرامة ناس، هذا تدريب حضور أسبوع وليس الأسبوع اللي فيه 8، هذا 20 ساعة، فأصبح هناك اسم للتدريب 20 ساعة اسمه تسكن، يكون أسبوع للنساء حضورهن في البنسيون. عدد ساعات، طبعا هنا أنا ما حتكلم عن الأشياء دي اللي هي استثمارات، ما أعتقد أحتاج أتكلم عن استثمارات، لكن في نقطة مهمة جدا اللي هي التدريب المستمر، فقرة التدريب المستمر. التدريب المستمر هو أسبوع كل 3 أشهر، أسبوع كل 3 أشهر، وهذا مختلف عن كل اللي ذكرنا، يعني ما في تسجيل إلا 200 جنيه تسجيل
ثم حجز هذا التدريب المستمر. مثلا خلينا نتكلم التدريب عن بعد للرجال أو النساء التي بتسجل تدريب مستمر، معناته التدريب المستمر برنامجه إيش؟ أسبوع كل 3 أشهر، يعني كل 3 أشهر أحضر أسبوع. الساعات السنوية 4 ساعات 20 ساعة أسبوع، معناته في 80 ساعة تدريب سنوي مستمر. طبعا تكلفة التدريب المستمر 5 سنوات حسبناها اللي هي نضرب في 5، 80 ساعة 400 ساعة في 50 جنيه، صار يكلف 20,000 جنيه مدة 5 سنوات. طيب لو واحدة بدأت، طبعا هذا ينطبق على الرجال وعلى النساء، أو شاب أو شاب بدأ عمره 15 سنة، يعني بدفع 20,000 جنيه يقدر يتدرب 15 سنة. لو شاب عمره 25 سنة، فهذا عدد المتدربين المستهدف 2000 مشارك، وهذا نتوقع أن الناس ينطلقوا إليه في أقرب فرصة، لأنه بعد 6 أشهر حيختلف الوضع، يعني ممكن يكون بس 20,000 جنيه ل5 سنوات مش تدريب مستمر. انطلاقة المشروع حيكون 40 مليون جنيه لو تم العدد كله. لو تم ربع العدد يصير كم؟ لو اشترك 500 كم يصير؟ 40,000 كم؟ 40 مليون، 10 مليون جنيه. فإذا اشترك في أقل مدة في 6 شهور ممكن إنه ينتهي العرض هذا، سواء اشترك الربع أو 6 شهور، اللي هو يأخذ العرض إنه تدريب مستمر لو كان 20 سنة. أكتفي بهذا القدر، وأنقل الميكروفون إلى المهندس شريف لينتقل إلى الفقرة التالية.